والتجهيز، لان ولينا كنعتبروا كيف قلت لك احنا بحال شي مقبره تاع المشاريع بالنسبه للاقليم الاسري في الوزاره. اي مشروع كنطرحوا عليه قلنا راه عندكم واحد الاتفاقيه او غادي نرجعوا في الاتفاقيه، وين بحال شي مزعف انه واحد الاتفاقيه تسبق واحد الحل اقرب 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 اجل، والشرط انه نفذ منها شي ثلاثه او اربعه المشاريع بما فيهم الطريقه التنقيه السيد العام محترم الاسبوع اللي فات، وباش تبقى حل اقرب وباش تبقى اما ثنائيه اما بينها وبين الجهه، لان ما بقاش المجلس الاقليمي اللغه الماليه ديالو ما كيسمحش ليه باش يكون شريك، وما كيسمحش له الظروف باش تبقى هذه الاتفاقيه واقفه تما هي واقفه في وزاره التجاره. كيف نقول لك اني بحال شي مخبره فين ما كانش في روحي شي اسئله تقول لي غادي نضموك في الاتفاقيه غادي نخرجوا الاتفاقيه الوجود، لان غير المجلس الاقليمي خصو يعلن رسميا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.